زي ما احنا متعودين دايما بنبدأ بمجموعة من الأخبار والموضوعات اللي بتهم حضراتكم، ويمكن أهم ما حدث بالأمس فيما يخص نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بداية اليوم بصلاة السيد الرئيس لصلاة الجمعة تحديدا في مسجد المشير لحضور خطبة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد عن منزلة الشهداء. كمان السيد الرئيس لبى حلم شباب برنامج كابيتانو مصر بحضور هذه المباراة النهائية اللي كان بيحلم بيها كل المشاركين في برنامج كابيتانو مصر تحديدا. السيد الرئيس فاجئهم بحضوره لهذه المباراة النهائية الخاصة بالبرنامج. صحيح يا أحمد. أيضا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عز خادم الحرمين وولي العهد السعودي في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز. الحكومة أيضا نفت طرح منتجات بديلة لبيض المائدة بالأسواق تحت مسمى البيض البودرة. أخبار تانية كتير هنتعرف عليها في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لبى حلم شباب برنامج كابيتانو مصر بتشريف سيادته المباراة النهائية. وبيعد برنامج كابيتانو مصر اللي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة اللي بتعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خصوصاً في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي بمناسبة يوم الشهيد بحضور الفريق محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وكبار قادة القوات المسلحة والإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. واستمع الرئيس لخطبة الجمعة اللي ألقاها الشيخ سيد عبد الباري وكانت تحت عنوان منزلة الشهداء عند ربهم، والتي تحدثت عن منزلة الشهداء في الإسلام وفضل الشهداء في القرآن الكريم. امبارح بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقيتي عزاء لكل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. وأعرب الرئيس عن خالص تعازي وصادق مواساته، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لطرح الحكومة لمنتجات بديلة لبيض المائدة الطبيعي بالأسواق تحت مسمى البيض البودرة، موضحة أن البيض البودرة المشار إليه متواجد بالأسواق منذ سنوات، وهو منتج مصنع له استخدامات في صناعات معينة ومحددة كصناعة المعجنات والحلويات نظراً لطول مدة صلاحيته، بينما لا يمكن اعتباره بديلاً لكافة استخدامات البيض، حيث أنه لا يمكن إعادته لأصله كبيض طبيعي واستخدامه في نفس استخدامات البيض. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس خلال الفترة من 3 مارس حتى 10 مارس، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والأنشطة اللي قام بيها. أيضا محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها توفير فرص عمل وتعيين 56 من الشباب في محافظة مطروح، والفريق الطبي بمستشفى زفت العام في الغربية نجح في إجراء أول حالة فصل البلازما لمريضة. صحيح يا جماعة، يمكن في مبادرات كتيرة بتحصل في مصر، يمكن في محافظة الإسكندرية كان في واحدة من هذه المبادرات تحديدا في المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية اللي استهدف 4039 فتاة في فاعلية تحت عنوان دوائر الحكي بالمحافظة. كمان في أخبار تانية كتير هنتعرف عليها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها إن مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة في محافظة مطروح قدرت خلال شهر يناير وفبراير في توفير فرص عمل وتعيين 56 من الشباب من أبناء المحافظة من اللي تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل.
الفريق الطبي في مستشفى زفت العام نجحوا في إجراء أول حالة فصل بلازما لمريضة بالعناية المركزة بتعاني من وهن بالعضلات عمرها 55 سنة موصلة بجهاز التنفس الصناعي، وده بالتنسيق مع إدارة الطب العلاجي وإدارة الكلى بالمديرية. فرع المجلس القومي للمرأة في الإسكندرية أعلن عن إطلاق فعاليات دوائر الحكي اللي استهدفت إجمالي 4039 من الفتيات وأولياء الأمور بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم في المدارس. وأدارت الفعاليات ميسرات المجلس وأعضاء الفرع وأعضاء لجنة الحماية في المحافظة. مديرية الصحة في محافظة أسوان أكدت تدعيم المعمل الإقليمي بجهاز LC-MAS بتكلفة 13 مليون جنيه في إطار تكثيف ودعم الجهود المبذولة للارتقاء بالصحة العامة وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بالشكل المطلوب. مديرية التموين في محافظة دمياط كثفت جهودها في ضخ كميات من الرز المدعم يومياً في جميع معارض أهلاً رمضان المنتشرة في كل مدن المحافظة لتوفير الرز بأسعار مناسبة، وتم ضخ كمية 226 طن خلال أسبوع بيتم توزيعها بسعر 15 جنيه للكيلو. أعلنت مديرية الصحة في الدقهلية استمرار حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، واللي بدأت يوم الأحد اللي فات ضمن خطة الدولة في متابعة الوضع الوبائي ورفع نسب التغطية بالتطعيم. محافظة الوادي الجديد أعلنت بدء العمل بالوحدة الحسابية لفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالوادي الجديد، واللي بتعتبر أول وحدة حسابية اقتصادية في المحافظة ضمن إجراءات الفصل الكامل للفرع عن تبعيته لفرع أسيوط.